بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية بأعرف الكراهية، هاي الموضوع المثير للقلق ما هو؟ هو كل فعل يؤدي إلى الإساءة، هو كل فعل يؤدي إلى الإساءة أو الاستهزاء أو التحقير أو السخرية لمجموعة من الأشخاص أو لشخص واحد، ينتج عنه أو من الممكن أن يؤدي إلى خطر وشيك، سواء كان من منطلق الدين اللي يتعرض إلى التمييز، سواء كان من منطلق الدين أو اللون أو الجنس أو البلد أو العرق أو السياسة أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية أو المهنة أو المظهر أو لصفات معينة أخرى. يشمل هذا الفعل على التحريض والأذى لمجموعة من الأفراد أو لأفراد معينين. هذا هو التعريف المبسط والذي يمكن اعترفت فيه أو أقرت ورقة أو مبادئ كامدن. السؤال: هل هناك أمثلة لهذا الواقع عندنا في البحرين؟ الجواب نعم. تكلمت الأخت جليلة عن بعضها وأنا باختصر مجموعة من الأشياء. انتشر خطاب الكراهية عندنا في البحرين بشكل سريع وكبير جدا ابتداء من 2011. من أهم الأمور التي تظهر أو تساعد على التعرف على انتشار خطاب الكراهية هي التالي: هدم أكثر من 35 مسجد وموقع ديني لطائفة معينة، بمعنى آخر انتهاك لحقوق دينية لطائفة محددة. ما قام به تلفزيون البحرين من التحريض والاستهزاء ببعض الفئات المجتمعية من خلال برامج ومن خلال مقابلات، برنامج الراصد اللي تكلمت عنه الأخ جليلة، والمحاكمات اللي أجريت على شاشة التلفزيون لبعض الأشخاص المسؤولين وخاصة جميعهم من أبناء الطائفة الشيعية، الذي كانت سائدة خلال فترة السلام الوطنية وما بعدها قليلا. ثلاثة: ما تنشره بعض الصحف البحرينية بشكل يومي وحتى الآن من إهانة أو تهديد أو اتهامات بالخيانة لفئة معينة من أبناء الشعب. ما يتفوه به بعض رجال الدين واتهام فئة من المجتمع، طائفة من المجتمع، بأنهم خونة، ووصفهم بأسوأ الأوصاف الغير أخلاقية والنابية. وللأسف أين يتم هذا؟ على منبر صلاة الجمعة. أشرطة الفيديو التي تنتشر بشكل كبير وسريع، سمعتون عن فيديو اللي نشره عادل فليفل، تزوير تاريخ البلاد، هذه نغمة جديدة طلعت لنا، اللي يتهم فيها فئة رئيسية في البلد بصفات ليست حقيقية، انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها بسيوني في تقريره وغيره من المنظمات الحقوقية والدول بشأن الانتهاكات الواسعة والكبيرة التي حدثت لفئة معينة من أبناء الشعب، قامت بها الجهات الأمنية وغيرها من البلاد، ومنها الفصل من الخدمة، حصار بعض القرى، العقاب الجماعي لقرى محددة، محددة المذهب ومحددة التوجه السياسي، عمليات القتل تحت التعذيب، الاختفاء القسري، كل هذه الأمور حصلت لطائفة معينة. طيب، هل هناك دول ترعى خطاب الكراهية؟ الجواب نعم. هناك دول تدفع ملايين الدولارات، مليارات الدولارات لنشر خطاب الكراهية في المجتمع. انظروا حواليكم ماذا يحدث في سوريا، العراق، لبنان، اليمن، البحرين، أفغانستان سابقاً، البوسنة والهرسك. هذه الأشياء التي حدثت جميعها حدثت بدعم من دول معروفة وأنتم تعرفونها جيداً. تنبهت الأمم المتحدة لهذه القضية وللآثار المدمرة لموضوع الكراهية وما يمكن أن يؤدي إليه من حروب أهلية،
لذلك عقدت الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات المتخصصة لمعالجة هذا الأمر، وخرجت بمجموعة من التوصيات. من أهم هذه المؤتمرات هو مؤتمر كامدون وتوجيهات الرباط. ما هو مؤتمر كامدون؟ مؤتمر كامدون حدث في مدينة في لندن اسمها كامدون في أبريل 2009 وليس 2008 كما جاء في على ما أعتقد في وثيقة الجمعيات السياسية. مبادئ كامدون خرجت أو ناقشت 12 توصية أو 12 مبدأ حولت إلى مبادئ فيما بعد، صدرت حول حرية. أساساً هذه المؤتمرات هي ترعى موضوع حرية التعبير والمساواة. ما تتضمنه هذه المبادئ؟ الأطر القانونية لحماية حق المساواة وحق حرية التعبير والتعددية ودور وسائل الإعلام والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ومن أهم هذه المبادئ مسؤولية الدولة، حيث تتضمن هذه المسؤولية وضع القوانين والإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لممارسة حرية التعبير والمساواة ومنع نشر صور سلبية للأفراد. تعرفون أنتم ماذا يحدث بين فترة وأخرى عندنا في البحرين من نشر صور لأفراد متهمين لا زالوا في مراحل الابتدائية للقضايا، ووضع إجراءات مناسبة لمحاربة التمييز بين الأفراد. هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية وسائل الإعلام التي تقضي تغطية الأحداث والأخبار في مساراتها الصحيحة وعدم تزوير الوقائع والحقائق وتجنب الإشارة إلى الدين والعرق والشخص في نشر الأخبار. ومن الواضح أن العديد من القنوات الفضائية وخاصة عندنا في الوطن العربي أو العالم العربي والعالم المتخلف لا تلتزم بهذه المعايير كما يجب، وهنا يأتي دور الدولة لمنع استمرار هذه المحطات الفضائية في بث ونشر الكراهية. ومن أهم مبادئ كامدن الـ 12 هو المبدأ الأخير والخاص بالتحريض على الكراهية. هذا يبدو ما تنبهت له أخيراً الجمعيات السياسية عندنا في البحرين، وصدرت وثيقة اللي هي في 9 يناير هذا الشهر 2014. تبنت وثيقة الجمعيات السياسية الصادرة بتاريخ 9 يناير 2014 العديد من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تهدف إلى التسامح والمساواة ونبذ التفرقة والكراهية ووضع آليات محددة للمصالحة الوطنية، كما تضمنت الوثيقة مبادئ كامدون ومبادئ وتوجيهات الرباط الصادرة في 2012. أعتقد نحن في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ولا أعتقد هذه جازماً فيه، وأغلب المتحدثين من المرصد ويعيدون هذا الكلام، نؤكد على دعمنا الكامل لوثيقة الجمعيات السياسية، ونحث الدولة في ظل الحديث عن وقف ومنع خطاب الكراهية اللي قاعدين يشيرون لنا في الإعلام وما يمارسون شيء منه، أن تتبنى مبادئ كامدون الصادرة في أبريل 2009 وإصدار القوانين الوطنية اللازمة لتطبيق هذه المبادئ للحد من خطاب الكراهية. ما هي الإجراءات المطلوب تنفيذها من الدولة للحد من هذه الكراهية؟ هناك إجراءات كبيرة وضخمة وكثيرة، من أهمها أنا اختصرت تقريباً 11 نقطة على الدولة أن تنفذها إذا أرادت فعلاً أن تنشر خطاب لا للكراهية. 1- إصدار قانون حول حرية التعبير والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وإصدار القوانين الوطنية اللازمة الأخرى لتطبيق مبادئ كامدون للحد من خطاب الكراهية. 2- إغلاق المحطات الفضائية الخاصة التي ثبت قيامها ببث الروح الطائفية والحظ على الكراهية لفئة معينة من المجتمع. اليوم إذا تابعتون بعض خلينا نقول الإعلاميين من إحدى الدول الشقيقة بدأوا خلينا نقول ينقرصون مما نشرته هذه القنوات الفضائية من خطاب للكراهية وتحريض على إرسال شباب من تلك الدولة للقتال في سوريا. 3- ترشيد عمل التلفزيون الرسمي ووقف البرامج التي ثبت قيامها ببث خطابات الكراهية وبرامج أخرى تحرض على الطائفية وإهانة الطائفة من الناس. 4- يقدم للقضاء
كل من استغل موقعه الرسمي أو الديني بمخاطبة فئة من المواطنين واتهامهم بالخيانة أو اللاوطنية أو الاستهزاء بمذهبهم أو دينهم أو عرقهم. 5. تقديم جميع ممن مارس انتهاكات حقوق الإنسان كما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لمحاكمات عادلة ومستقلة. 6. منح أطراف المعارضة الفرصة المناسبة لإبداء رأيها في الأحداث السياسية عن طريق التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام الأخرى عملاً بمبدأ المساواة وحرية التعبير. 7. إلغاء قانون 56 الذي صدر لحماية منتهكي حقوق الإنسان قبل العام 2001. تعرفون هذا القانون صدر في 2002، حمى جميع ممن مارس التعذيب والقتل تحت يعني خارج القانون والقتل تحت التعذيب، حماهم بقانون صدر قبل انعقاد ما يسمى بالمجلس الوطني أو البرلمان. 8. اعتماد مبدأ العدالة الانتقالية. 9. استقلال القضاء وتفعيل وأعمال مبادئ بنغلور للسلطة القضائية. هناك مبادئ مهمة اعتمدت على المستوى العالمي في مؤتمر بنغلور في الهند يحدد استقلالية القضاء وحتى الممارسات الشخصية للقاضي نفسه، ليس أثناء ساعات الدوام ولكن حتى في حياته الخاصة كيف يجب أن يتصرف. هذا ينقصنا في البحرين. 10. تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لجنة بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعلق منها بحرية التعبير والمساواة. 11. اعتماد مبادئ كامدون 12 وأمها البند الخاص بالتحريض على الكراهية وإعلان حقوق الإنسان كما يجب أن نراه في البحرين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.